عندما تتصدى النقابة لحماية الذين قالوا رأيا سلميا، اللي قالوا ان تيران وصنافير مصرية، فتعاقب النقابة بهذا الحكم الجائر، فهذا أمر غير معقول، لن نقبله. هنبقى مع هذا الوطن، مع نقابتنا، مع ناقبنا، مع قيادتنا النقابية، لحد ما البلد دي يسود فيها العقل والعدل والحرية اللي هي بالتأكيد تستحقهم، مهما كان أشباه الطغاة بيتصوروا أنهم يقدروا يجوروا على حق هذا الوطن في أن يقول كلماته ويرفع صوته. إحنا واثقين في أن إحنا ننتصر، وهذه النقابة كم خاضت من معارك ضد الطغاة وانتصرت، زال الطغاة وبقت نقابة الصحفيين. سيزول هؤلاء الطغاة وستبقى هذه النقابة، ستنتهي هذه الأزمة بانتصار حرية الرأي، سيادة القانون، نقابة الصحفيين، الجماعة الصحفية، الحرية في هذا البلد. وأعداها جميعا هيندحروا آجلا أم عاجلا، وإحنا نفسنا طويل واخدين على المعارك وعلى إن فيها كر وفر، وإن اللي بيتوهموا إنهم نالوا منا بمثل هذا الحكم أو غيره، إحنا بنثبتهم النهاردة كما أثبتنا وسنثبت إن إحنا قادرين على أن نتصدى لحمل أمانة الدفاع عن نقابتنا وصحفيينا والوقوف مع ناقبنا والوقوف فوق كل دول مع هذا الوطن، مع مصر اللي فيها حرية رأي وسيادة قانون وقدرة لإنسانة أن يعيش حرا زي ما يليق به. شيطنة نقابة الصحفيين هي منهج اللي عاوزين مصر تبقى بلد الصوت الواحد والرجل الواحد، والذين لا يسمحون إلا بأن ينافق البعض للسلطة فيحصلوا على المغانم، ويدافع البعض عن الشعب والدستور والحريات فيكون عليهم أنهم يدفعوا ثمن موقفهم. إحنا راضين بأن إحنا ندفع ثمن مواقفنا وهنستمر فيه. إحنا بنقول أن مهمة الصحافة والإعلام ليس أنه يطبل، أنه يكشف الحقيقة، يقول للناس المعلومة الصحيحة وينقل وجهات نظر متنوعة، ثم يترك للشعب وهو السيد وصاحب القرار أن يحكم. أما إن شعبنا يستلم ودانه ودماغه صوت واحد واتجاه واحد في ظل ما نراه من احتكار متصاعد للإعلام وهيمنة عليه وتخويف الأصوات الحرة فيه، فأعتقد ده لا يفيد هذا الوقت. المخرج الحل. إن الحل واضح، إن ما طلبناه دوما في 25 يناير و30 يونيو وكل يوم، إن هذا البلد تكون دولة لسيادة القانون، للحريات، للنظام الديمقراطي، لحق التعدد في الرأي والتفكير والحركة في إطار سلمي. ما دمنا سلميين فلا يزايدن أحد علينا، ما دمنا سلميين ما حدش يوجه لنا اتهامات باطلة، ما دمنا سلميين لا أحد يحشو أفواهنا برأيه، كل يقول رأيه والشعب هو الذي يحكم. ما دامت الآراء تتنافس سلميا في مجتمع يحترم حقه في أنه يستظل بالدستور والقانون، ده طريق النجاة، ده سكة السلامة. أما ما نشهده الآن من تضييق واستبداد فدي بالتأكيد سكة الندامة.